كم من سجين رأي وسجين سياسي وناشط حقوقي فقد وظيفته ومستقبله لأنه سجن ظلما؟ وكم من طالب ضرب وعذب وعلق وفقع قهرا بسبب توزيع منشور لم ينل إعجاب القيادة العسكرية أو السياسية في حينه؟ لأي ملاحظة أو تعليق zavenonline.com. انتحار الناشط الحقوقي نور مرعب 25 سنة بظروف غامضة يوم الجمعة الماضي يعني من 3 أيام، كمان نتقدم من عائلته وأصدقائه بأحر التعازي. وفاة نور بتكشف عن الوجه الآخر لهالشاب الطيب والحالم بمجتمع مثالي مثل ما بيوصفوه أصدقائه، وهو شاب من بين آلاف الشباب اللي عندهم شعور بغربة عن وطنهم وعن المجتمع السياسي والاجتماعي المتحكم بمصيرهم. عن الموضوع معنا شوقي باسيل، الأستاذ باسيل هو زوج عمة نور مرعب، كمان معنا مجموعة من أصدقائه اللي حبوا الليلة يوجهوا له تحية مباشرة على الهواء ويشرحوا ظروف وملابسات انتحاره المؤسف. بعدنا لهلأ مش عارفين مظبوط ليش صار هيدا الشيء. عنا رؤوس أقلام، عنا كل واحد عنده رأيه، بس السبب الأساسي بعد نحن ما بنعرفه مظبوط. شو تقديرك؟ تقديري هي الأفكار اللي هو عنده إياها، الأفكار اللي هو مطلع عليها. نور شخص كتير مطلع، نور شخص كتير بحب المعرفة، كتير بحب يقرأ، كتير بحب يتعلم. بتخيل هي مزيج من أفكار فلسفية، مزيج من أفكار من غير نوع، مزيج من الوضع اللي كان هو عم بجرب يغيره وما قدر يغيره. نور بالنسبة لي وعم بحكي من وجهة نظر شخصية هو ثورة متنقلة، نور حدث متنقل. يلي ما عرف نور بالتأكيد بيجهله. من جاي أحكي عواطف ولا جاي أعمل نور بطل، جاي يخبر عن نور. أول مرة التقيت فيه كنا بمسيرة للدفاع عن الحيوانات، استغربت أنه شاب من لبنان عم بيدافع عن حقوق الحيوانات. هي أكثر شيء عاطفي للنسوان، حرام كلب حرام بسان. لما تعرفت عليه طلب دغري نلتقى. التقيت بنور وبعد ساعتين من الحديث مع نور طلعت بدي أعمل ثورة. يمكن كان عندي فكرة صغيرة عن أنه نور معقول يكون ما بقى بده هيدا السجن يلي بسموه الحياة، بس ما كنت عارفة التوقيت، ما كنت عارفة أي متى. بس من معرفتي بنور بعرف أنه نور ما بيعمل شيء إلا ما يكون مخطط لقله ودارسه. شو تقديرك يعني أنه خلينا أنه في شيء غريب؟ لو بتعرف نور ما بتقول شي غريب. نور بالفعل كان يشوف هيدا الحياة سجن، سجن نحن موجودين هون بس لنتوالد. هي أفكار نور عم بنقلها مثل ما هي. نحن موجودين هون بس لنتوالد، ما في معنى حقيقي للحياة، نحن منعيش هون بمبدأ العشوائية. لو ما بي وأمه اتضاجعوا نور ما كان إجا. هيدا هي كانت رؤيته لنور بالحياة. هالمبدأ العشوائي يمكن بمطرح معين بيزرع نظرة تشاؤمية بالإنسان، يمكن بيخليه يلاقي ما إلا معنى. مثل ما بنعرف هو أكثر شيء بيخلي معنى للحياة الإيمان. نور كان إنسان ملحد، نور كان إنسان مثل ما سمته أحد أصدقاء أحد صديقاته فيلسوف الفلاسفة ومفكر المفكرين. كان إنسان بعمر صغير بدماغ كتير كبير. أرفض، وعم شدد على كلمة أرفض، أنه ينقال عن نور مضطرب عقلياً أو نفسياً. أنا بعتقد أنه نور لقى شو هو اللي بده إياه، يعني هيدي قرار منه يرتاح، بده رياح خلص. تعب كتير واشتغل كتير وجرب يدافع عن حقوق متنوعة، يعني حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الحيوان مثل ما قالت شتفي. جرب يعني يشتغل على هالمبادئ يلي خسرها المجتمع هالأيام يعني. وشاف أنه كل هالتعب وكل هالركض، لأن نور دايما كان يقول ما عندي وقت، ما عندي وقت، ما عندي وقت، يلا عجلوا كذا، وقت ضيق. كان على طول مستعجل، مستعجل، عندي موعد هون، عندي مقابلة هون، عندي مؤتمر هون، بدنا نخلص، عنا بدنا نحضر لاعتصام، بدنا كله كان يتوجه لحقوق، حقوق المواطن، الإنسان، يعني هيدا كان الهدف تبعه. وما قدر وصل له بعد كل هالتعب وبعد كل هالستريس، لأن نور كان عصبي، ما كان إنسان رقيق. إذا كل هيدا الشيء بلش، الثورة العربية إذا بلشت، أو هذا الربيع العربي إذا بلشت بصورة تلفزيونية من بو عزيزي بتونس اللي قرر يحرق حاله وينتحر،
بتشبه هذا الشيء لفعل نور انه هو في شيء موقف ضد مين؟ انا ما بدي ادعي اني بعرف نور شو كانت الرساله اللي بده يوصلها من هيدا الموضوع. بالنسبه لكثير شباب بالمجتمع المدني عفوا، نور هو ابو عزيزي لبنان. ما بعرف ليش نور انتحر، بس انا اكيد انه نور ما انتحر عن استسلام، اكيد انه ما انتحر لانه ما قدر يوصل لمحل، كان عنده كتير قصص يوصلها. قبل ما يموت كان بعده اون فيسبوك عم بيحكي على صفحته، هو بعت رسالة قبل كم ساعة، يمكن قبل كم ساعة أعلن وفاته، وبعت رسالة لأصحابه بايميل. كان هو سجل كمان فيديو، هيدا الفيديو موجود، بس نحن وصلنا رسالة للكل. إذن هو كمان انتحر بطريقة معلنة، يعني حول انتحاره لإذا بدكم حدث على شبكات التواصل الاجتماعي بين مجتمعه وبين أصحابه، حتى صور فيديو لنفسه. هذا الفيديو موجود على تليفونه، هلا التليفون طبعا موجود يعني بالأجهزة القضائية المختصة. في شخص طلع على هذا، نحن ما قدرنا يعني نجيب الفيديو، بس في شخص طلع على هذا الفيديو، هلا رح نجرب نحكي إذا يعني يخبرنا شو شاف بهذا الفيديو. بس كمان بعد شوي بدي أسأل يعني رأي الطب النفسي بهالنوع من الانتحار المعلن، يعني الذي أراد صاحبه أن يوصل موقف، ولكن الموقف يمكن بهذه الحالة منه واضح. وأنا صراحة أول ما سمعت الخبر ما صدقت، لأنه فكرت تم اغتياله بكل صراحة. يعني قلت أنا هو يكون شخص مثل نور أقدم على انتحار، هذا شخص أكيد تم اغتياله من وراء ما وقفه، ما وقفه الإنسانية خلينا نقول قبل أي شيء تاني. هذه طريقة بده سنتين بس فيها، وهيليوم شيء بيحسك بالسعادة، يعني لا بالألم ولا بالحزن ولا بشيء. سنتين من الهيليوم وبيغط على قلبه بيبطل واعي، وبعد كم دقيقة بيموت بفاق الحياة، فكأنه يعني مات بنومه. أنت شو موقفك؟ يعني في أصحاب نور اللي استقينا فيهم وحكيناهم وسمعنا آرائهم، في مقسومين لاثنين، جزء معتبر أنه هيدا حقه وقراره هو حر، وجزء أنه معتبر لا هيدا الشيء بنم عن مشاكل نفسية، لأنه كل منتحر بالعلم هو شخص يعاني من مشاكل نفسية. أنت وين بهالاثنين؟ ومش عيب يعني، لا هيدا عيب ولا هيدا عيب، بنتيجة الشخص يكون مقتنع. مش عيب حدا يكون عنده مشاكل نفسية، بس نور من الناس المؤكد أنه ما عنده مشاكل نفسية، لأنه الأويرنس تبعه، ما بعرف شو الوعي تبعه، شيء فظيع كان يعني. هيدا إذا بدنا نعتبر إنه التأقلم منه مشكلة نفسية. القدرة على التأقلم، يعني أنت عندك القدرة على التأقلم مشان هيك عايش، هو ما عنده القدرة على التأقلم مشان هيك مش عايش. كان عنده كتير رفقة، عنده شغل، منه معصب، منه فيت حالة حالة نفسية. طيب ليه انتحر برأيك؟ ليش نهي حياته على حسب على حد؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ يعني شو ذاك الانتحار؟ يمكن بيجي هيك عن يأس بواحد بساعه بساعات بيقوص حاله ما بيفكر. عاده الانتحار، هلا الاطباء ما بده يتعدى على حقوق، الانتحار هو حاله يأس، اذا توقع منها يمكن ما يقدم عليها. بس اللي من قبل بسنتين عم بيحضر انه انا اما بيصير المجتمع يستحق وجودي او ما بدي اعيش فيه، يمكن هذا صار فلسفي خاصه. ما عادت حالة انتحار من يأس من شغلة صارت قدامه وما عجبته، إنسان عم بيصمم أنا يا بوصل لهون أو ساعة البدي أنا بدي موت، صرت أنا حر. هلأ هو قال أنه ما انتحر، صحيح ما انتحر، هو أنهى حياته كمان صحيح، ولكن خليني أقول له أكثر من هيك، شخص مثل هؤلاء الأشخاص هو اللي بيقدموا استقالتهم من الحياة، قدم استقالتهم من الحياة. ليش قدم استقالتهم من الحياة؟ واضحة هذه العقلانية، هذه العبثية وصلت لمكان اصطدم بالمجتمع، بشروط المجتمع، بالقانون، بالأعراف، بالمبادئ، بالأصول، بالدين المتحرك أو الدين الثابت المتحجر اللي بدك إياه، وصل لمكان ما صار في صدام. هذا الصدام اللي فسره الأستاذ المربي أنه بيجي لحظة بتعمل بيك ماكسيموم من اليأس الذاتي أو فقدان الثقة بالذات، أو بتكون كتابة رسالة بأحرف مقروءة بشكل جيد. محمد بو عزيزي انتحر، محمد بو عزيزي فجر ثورة بتونس، مات انتحارا ولكنه أضاف العيش والحياة السعيدة للشعب التونسي. هؤلاء الأشخاص باستقالتهم من الحياة بيكونوا عم بيفكروا حالهم ينتقلون من حياة وصلت لمطرح مسدود يعني إلى مرحلة يعيشون فيها بشكل
افضل. شو المشكله مع ما بتحبوا تحكوا بهالموضوع؟ المشكله نقله عن نور، وبعد ما شرح لي اياها، هي بيختلف مع عسكري حد مطرح شغله. نور لا عنفي قطعا، من سابع المستحيلات انه يمد ايده لضرب حيوان مش انسان، ياكل قتله بينضرب بالاحرى. عمل رساله للمحكمه العسكريه لا يعترف بشرعيتها، وبيعتبر انه هي ما لها سلطه عليه كونه مدني. ويوم المحاكمه ببعث له رساله وبيقول لهم انا بالبيت، ساعت بدكم فيكم تيجوا تاخذوني، بس بحذركم من حين اعتقالي الظلم انا ساضرب عن طعام الى ان اموت، وما رح كون انفي معكم. انا بالبيت، ساعت بدكم فيكم تاخذوني، مرق لغايه هلا سنتين. ما حدا أخذ. خلينا نشوف بس حكي، هل كان في مجال انه ما ينتحر؟ يعني برأيك بما صار؟ طبعا كان في مجال، لو كان عنده صديق جيد مثلا، لو صديقه احمد عياش مثلا، يمكن كان اثر في احمد عياش في مكان ما انه يدير باله ينتبه له. هذا مش مرض نفسي، انا بوافقهم كلهم للصبايا والاصدقاء انه هذا مش مرض نفسي. هذا شو عدم قدره على النفسيه؟ الازمه النفسيه شيء والمرض النفسي شيء. الاساس اللي طلبها نور بوصيته انه لا يدفن يعني دينيا، وانه يحرق جسمانه. العائله رفضت هذا الشيء ودفنته دينيا حسب قيمه. انت شو كان موقفك من هالموضوع؟ رأي نور بحترمه، لأنه هذا رأيه، ولكن نحن بلبنان وبالعقورة، هذا شيء من الصعب، من الصعب. وأنا هون أستسمح روح نور، لأني كنت من المساهمين بهذا القرار حتى ما ينشأ وراء مشاكل. نذكر كم شغله بس حب علي عليهم. بالبدايه ذكر شخص هونيك انه نور انتحر بمكان عام، يمكن حتى يجلب ضجه لقلو. بس بدي اقول شيء، انه نور انتحر بمكان عام حتى يكون بعيد عن العالم يلي معقول ينقذوا اذا كان قريب منهم، حتى ما توجه اصابع الاتهام نحوهم. كمان انا بعتقد هذه لازم تتخطيها، لانه بنتيجه انتحر محل هو مجمع سياحي بيزعج يعني كل الناس، العالم يلي قرب منه. يعني اوكي، يعني الناس اللي مش قرب منه عمرهم ما يرجعوا، انه ما بتزبط هاي ما بتزبط. انا لو كنت محله كنت يعني اذا بدي امشي بهالمنطق بنتحر بالحرش. مزبوط، بس لازم كمل. هي الفكره كمان انه صور الفيديو مش كرمال ينشر، لانه هو كان على درايه تامه انه الفيديو ما راح كان على درايه تامه انه الفيديو ما راح يتسرب للاعلام. هو صور الفيديو حتى ياكد انه ما في حدا معه بالاوضه، حتى يقول انه هو ما ضغط عليه، او حتى كمان ياكد انه ما حدا ارتكب جريمه قتل. ثالث شيء، نور حط ورقه حده بتقول انه ما حدا يلمسني قبل ما يتصلوا بال112، حتى كمان ما شخص يفوت يلمسه من العمال يلي بينطفوا، حتى ما كمان توجه اصابع الاتهام تجاههم. فبس بدي هيدي النقطه اقول اوضحها. في شيء كان الاستاذ شوقي كمان حكي عن انه نور وقف جرب يوقف بوجه المحكمه العسكريه بطريقه لعنفيه. نور كان كثير مؤمن بنضال اللاعنف الاستراتيجي، كان كتير يقرأ لجين شارب، وكان يحب كتير كتاباته، وترجمت كتابات جين شارب لكذا لغة، وهي اللي ولعت ثورات لعنفية بكذا بلد بالعالم. هل رح يكون أنا يترجم كتاب جين شارب؟ أنا لازم أنهي هالمحور. بس آخر سؤال، هل ستولد ثورة من بعد وفاة نور؟ نتمنى تولد ثورة لا عنفية، ثورة يكون العالم فيها عن جد واعيين على حقوقه، يكون المجتمع صار واعي على حقوقه تيقدر يقوم بهالثورة. هل ستولد ثورة غير عنفية من بعد وفاة نور؟ نتمنى المجتمع يكون صار حاضر لهيدا الشيء.